نتفرجوا فيلم. نتفرجوا في الكاسيت ديال العرس ديالي. واه سي جينيال، ثانك يو كابتن. نتفرجي في المنتخب. شوفوا كيفاش كل واحد شاد بلاصتو في التيران. شفتوا؟ ما كاينش داك شد كرة وقلب الفرقة. الواحد هو اللي ما يكونش طماع. شد الكرة كتفرق مع صحابك. كتمعني عليك يا زهرة؟ لا كتمعني عليك. أنا ما كنمعني على حد. أنا كنهضر معاكم كلكم. ولكن هادو راه النيفو هارب علينا بزاف، فوقاش نقدروا نحنا نوصلوا لهاد الشيء كامل؟ هادو حتى هما واحد النهار بداو كيف بديتوا حتى نتوما، وكيف هما وصلوا؟ إلا بغيتوا حتى نتوما توصلوا غادي توصلوا. هادي هضرة ديال التلفازة، سهلة تقال. ما سهلاش تقال. أستاذة، شي خبيز فيه شي لحيمة وشاش فيه الجوع وتغديتش. شكرا. أروك المعقول. صراحه عجيبه، انا ما كرهتش خلاص يجي هذا الماتش باش نلبسوا التونيات ديالنا وندخلوا. ها استاذ حاجه، حنا راه ما عندناش تونيات، لعبوا بحوايجنا. التونيات راه كاين ليهم الحل، انا راه عندي التونيات ديال كريستيانو ملي كنلعب في لشبونه، وملي كنلعب في جيفونتيس، وملي كنلعب في مانشستر يونايتد، وملي كنلعب في مادري. واش حنا لاعبين في الحومه ولا لاعبين ولا الدرب؟ حنا لاعبين على الكاس. انا والله ما كرهت استاذ هادشي، شتو لي هنايا مكتوب فيه شي سبونسر واعر. تسحب راسك ريال مدريد؟ علاش لا؟ الناس ديال الحومه كلهم غادي يبغيو يعاونونا، ومن هنا نديروا لهم اشهار. واش نقول لك يا حجيبه، اذا كانوا غادي يديروا لنا يديروا شي حاجه اللي زوينه ومتوله، تونيات اللي نقدروا نقصوا بهم في الدار، نخرجوا بهم نتقداو ونلعبوا بهم نستافدوا. والله الا فكره مخيره هذه ديال الناس يقدروا يعاونونا، ولكن بغيت شي لون يكون فلاشي، فهمتي؟ مطاطع مصاصع بحال الجي ديالي. بركه ما تحلموا، انا اللي كيبان لي اللي كيعرف شي واحد يهضر معاه يصوب لنا دي موديل ونجيبوهم لينا ديك الساعه حنا نختاروا. وعلي نخدموا على هذه القضيه. وعليكم السلام، لاباس عليك؟ تبارك الله على اللعابه ديالنا. الله يبارك فيك. ما بغيتي شي كبيدات، شي بليجات، شي سويستات، ها؟ باش تقوي لي العضلات ودير تقلنا عليهم في التيران. لا لا ما جيتش نتقدا، انا جيت عندك واحد الموضوع اخر. امري. دابا كما كتعرف انت تبارك الله وصلت النبي، المحل عندك معروف ياك؟ وعندك سلعه مزيانه، انا قلت زعما علاش ما ديرش شي اشهار باش تشهر اكثر؟ ياك ما في التلفازة؟ لا شبيه التلفازة، دابا حنايا فرقة، فرقة ديال الكرة ديال البنات، إن شاء الله الاحتراف غادي اللي غادي اللي إن شاء الله. حنايا كنسافروا بزاف، كنمشيو بلاصة لبلاصة، قلت أنا زعما نتايا علاش ما تكون سبونسور ديالنا؟ صوب لنا التونيات وكتب فيهم السمية ديال المحل ديالك، وهكذا الناس غادي يشوفوا وغتعرف أكثر. والله إلا فكرة مزيانة، شوفي أنا غنصوب الكونسيبت ونجيب لكم التونيات تشوفوهم، إذا عجبوكم الله يكمل بخير. وعلى بركة الله، إذا اتفقنا. اتفقنا. إيوا مزيان. مرحبا. شحال تيدير الطيحان؟ 80 درهم. 80 وصافي ماشي مشكل. أجي أجي أجي، في إطار سبونسورينغ خذي كيلو كيلو من الحاجة يلاه. بارك الله فيك الله يخطيك. حاول راح. يلاه أسيدي دير لها كيلو كيلو من الحاجة. جوج كبدة. جوج أعطيها كيلو كيلو من الحاجة وجوج كيلو ديال الكبدة. شوف باش تردقولنا على الفراقي الآخرين خصكم تاكلوا مزيان وتقوتوا لي العضلات. صح. حبيبة ديالي شخبارك؟ نهار كبير هذا، من نهار العز ديال اختك ما شفتك. والله الا ما ديتيش عليا وحق الله، ودائما كاينه في بالي وكنقولها في غيبتك، راك انت احسن نقافه كاينه في هذه المدينه. ربي يخليك الحبيبه ديالي، عارفه اللي كاين. واسمعيني انت من الاخر، انا راه جايبه لك واحد الهميزه كتحمق وفكرت فيك انت الاولى. ايوا قولي ليا. ايوا اختي، قلت السيده مع زعما كتمشي عند هذوك صحاب الانستغرام وديال الاشهارات وكتجيب وحده وكتخلصها وما عرفت شنو كدير لها، حنايا الفرقه ديالنا ديال الكره نديروا لك اختي الاشهار. وكيفاش ندير؟ ايوا اختي عادي، غادي تمشي تصايبي لينا تونيات من صنع يديك تبارك الله والحرفه عندك، وحنا نديروا لك اشهار، البنات كاملين غيشوفوا التونيات غيجيو عندك والخدمه مسقه الزقه.
وليت قالت عليكم لالا خففت عليا. سري الله يكبر بيك. غادي ناخذ لكم تونيات ونصايبهم لكم وغنجيبهم لكم حتى لتما. سري الله يسهلها في وجهك يا ربي. عرفتك غادي ما ترديهاش في وجهي وانا عارفك ديري خدمه نقيه حبيبه ديالي. وليده نجاو باش يوريوك الموديلات ديال التونيات. دخلهم واحد مورا واحد. زيدي علي لالا مرحبا. سلام لالا حجيبه. سلام. هانتي شوفي هاد التوني درتو في الصفر وبالصفيفه وفي الوسط مكتوبه النكافه حليمه، ويلا بغيتي نزيدك شويه السقلي والرنده ما فيها بس. واخا تنعاون نعيطك. اهلا لالا حجيبه. اهلا. هاد التوني كتبت لك فيه حمام السعادة للرجال والنساء، وبلاصة المرأة درت لك تصوير رجل ومرأة باش المفرجين يعرفوا حمام. تنعير لي أنت لالا حجيبة. هاد التوني درت فيه الوريضات من هنا ومن هنا باش تبانو بحال الوريضات وتعطيو العين، ودرت لي حتى لي زيبوليت. وهذا أول توني فيه التحتية ديالو باش يجي زوين مع الطالون. معاك الحق. بالحق راني نسيت ما درتش فيه النمره ديال التليفون. ماشي مشكل النمره ديالك عندي. مرحبا. انا نعاود نعيط. وانا كي تصفقت معاكم توني ها هو راه باقي ما كملتوش. غادي نطبع لك هنايا جزار الحاج عبد الله. صافي. ودرت لك يا لالا في الجهه الاخرى الاثمنه ديال الغنمي والبقري والمعزي والحمر راس. وزدتك حتى الدجاج. نعيط لك من بعد. ان شاء الله. انا متشوقه نشوف التونيات كيفاش دايرين. والله الا ما كرهت يكونوا بحال لون دعينيه باش يجيو معايا زوينين. انا ما كانتش لا توني كلاس وتريندي ما لبسهاش. انت فين عمرك جبت معاك شي حاجه؟ صافي البنات هاد التونيات جايين. حجيبه جات تجيب لها كرسي. حجيبه فين هما التونيات؟ كاينينش التونيات. واش ما بقيناش غادي نلعبوا؟ لا لا عابين، ولكن التونيات اللي غنصوبوا حنا. كابتن حنا اللي غنصايبوا التونو؟ علاش لا؟ والله الا فكره مخيره، هذه احسن حاجه نقدروا نديروها. والله الا واعره، عرفتي انا اللي غادي نرسم الموديلات التونيات. البنات تفكرت عندي انا واحد ماكينه الخياطه في الدار قديمه ياك؟ غادي نجيبها لكم، هذيك هي اللي غتقضي لينا الغرض. مزيان. وانا عندنا هكا هكا ديال التواب كان جابته امي من الحج. يا ويلي يا موكا، هل حنا بغينا توب التليجه ولا المليفه ولا جوار، ولا بغينا التوب ديال التونيات؟ صافي انا نتكلف، عند واحد عمي عنده هاد مع هادشي ديال التوابات والكرو داكشي انا نصي. اها وانا شنو ندير؟ انت غتكوني هي داك المونيكا الكلاسيك اللي كيقيسوا عليها. هي تي تي ميشانت. هي تي شنو قالت؟ قالت لك انت محساده. وبينا ما تبقاوش تقولوا لي فحال هكا، كناخذ بيرسونيلمون. البنات جمعوا الوقفه، تبعنا بزاف ديال الخدمه. يلا جديد.